السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الماستر هيثم الزرعوني. حلقتنا اليوم خاصة بكيفية بناء جدول تدريبي متكامل يركز على عضلة السواعد الخارجية والداخلية كذلك. خلوكم ويانا. التمرين الأول يركز على السواعد الخارجية أو الجزء الخارجي من السواعد باستخدام الدمبلز. يؤدى التمرين بهذه الطريقة. هذا التمرين تحتاج تؤديه بصورة بطيئة وتؤديه بأوزان قليلة وليست أوزان كبيرة. تكرارات من بين 10 إلى 20 تكرار، 3 جلسات تكون مناسبة. يؤدى التمرين بهذه الطريقة. حاول تثبت يديك. من الأخطاء الشائعة أنك تساعد في عملية الرفع بهذه الطريقة. بهالشكل ممكن ما تركز على العضلة بشكل أساسي. حاول تثبت. التمرين الثاني باستخدام البار يركز على السواعد الخارجية كذلك. حاول تركز أن صبع الإبهام خارجي يكون. يؤدى التمرين بهالطريقة. رفع ونزول بصورة بطيئة. وهذا كذلك من التمارين اللي تحاول أنك ما تزيد الأوزان فيها ولكن التركيز يكون عالي جدا. التكرارات كذلك من بين 10 إلى 20 تكرار، توزع على الجلسات نفسها. فيما يخص البار، هناك نوعين، في البار المستقيم والبار المنحني. في الوقت الحالي مستخدمين المنحني، ممكن يأثر في العضلة الخارجية، يركز على أجزاء معينة أكثر من غيرها باستخدام هذا البار. التمرين الثالث يركز على السواعد الداخلية أو الجزء الداخلي من السواعد باستخدام البار عن طريق الوقوف. البار يكون خلف الجسم. يؤدى بهذه الطريقة. المسافة بين اليدين تكون بجانب الجسم من الخارج. يؤدى التمرين بهذه الطريقة. رفع ونزول. حاول لما ترفع اليد بشكل كامل، كف اليد ينرفع بشكل كامل، والنزول لآخر حد بإمكانك تمسك فيه البار لأطراف الأصابع. والتركيز يكون عالي في هذا التمرين. هذا التمرين من التمارين اللي بإمكانك تزيد فيه الأوزان كذلك، فتكون عندك قوة تحمل أكثر من عضلات السواعد الخارجية. التكرارات تكون بين 10 إلى 15 تكرار مع زيادة الأوزان في كل جلسة. على سبيل المثال، أول جلسة تكون تكرارات فيها 15، ثاني جلسة تكون تكرارات فيها 12 مع زيادة الوزن، الجلسة الثالثة تكون 10 تكرارات والوزن يكون كذلك أكبر. التمرين الرابع يركز على السواعد الداخلية والجزء الداخلي من السواعد باستخدام الكيبل. يؤدى التمرين وضعية الوقوف. تنزل بيديك بهذه الطريقة وترتفع. حاول تركز أنك تثبت 3 ثواني لأسفل وترجع. 1 2 3 ثم الرجوع لنقطة البداية. 1 2 3 وترجع. حاول أنك ما تحرك اليدين أو المساعدة بهالطريقة. هذا معناته بتغش في التمرين وبيقل التركيز على العضلة كذلك. تكرارات بين 10 إلى 15 تكرار مع زيادة الوزن في كل جلسة. الجلسات 3 جلسات تكون مناسبة. كثير من الأشخاص يركزون على البروتين من خلال اللحوم ومشتقات الألبان، وينسى أن هنالك بروتين نباتي مفيد جدا موجود في الحبوب. حاول تنوع مصادر البروتين هذه. نشوفكم في الحلقات القادمة. تحياتي.